تتواصل أعمال الاجتماع 11 للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية بعنوان تمكين المرأة واجب وطني. ناقش الاجتماع مستجدات وضع المرأة في الدول العربية بشكل عام، واختص بالمرأة الفلسطينية بالصدارة بشكل خاص في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. برئاسة مصرية انطلقت أعمال الاجتماع 11 للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية بعنوان تمكين المرأة واجب وطني، بمشاركة عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وسفراء ووفود رسمية من 13 دولة عربية أعضاء بالمنظمة. الظرف صعب جدا، وأعتقد النهاردة تجمعنا كنساء وقيادات نسائية في العالم في المنطقة العربية وسعداء بدخول عودة سوريا الشقيقة أيضا للمنظمة ولجامعة الدول العربية، بنقول إحنا قوة مع بعض، هنشتغل مع بعض، هنقدم الدعم الفني والدعم التقني لدولنا مع بعض، ولكن على رأس هذا الدعم بإذن الله هي القضية الفلسطينية. الاجتماع ناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية بشكل عام، لكنه اختص المرأة الفلسطينية بالصدارة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وما تمارسه قوات الاحتلال من انتهاكات بحق النساء والأطفال. ما يجري على فلسطين هو يعني جرح نازف في كافة يعني ويطال جميع الدول العربية إذا لم نستطع إيقاف هذا العدوان الهمجي الذي لم يسبق له في التاريخ. الجميع بالطبع يعبر عن الحزن الشديد الذي ينتابه وعن القلق الشديد أيضا مما لا يجري من هالعجز الذي بان على المستوى الدولي أمام ما يجري في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، بل الحرب على قطاع غزة والتي بدت وكأنها محاولة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع مع تطلع مصر للتعاون الوثيق مع المنظمة خلال فترة رئاستها تحقيقا لأهداف المنظمة السامية، وتعاون عنوانه تمكين المرأة العربية كركيزة أساسية لتقدم مجتمعاتنا وكشريك رئيسي في عملية تنمية الدول العربية.